مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي باليوم الغد بحول الله انخفاض لدرجة الحرارة نحو السواحل الشرقية، لكن دائما مع نسبة رطوبة عالية خلال الصباح الباكر. تصبح أجواء مغشاة جزئيا خلال النهار وتكون أجواء رعدية، تميز يوم الغد بإذن الله كل السواحل الوسطى والغربية. دائما أمطار رعدية تبقى تخص المناطق الداخلية على شكل زخات نحو الهضاب الغربية، قد تكون مرفوقة بتساقط لحبة برد نحو الهضاب الوسطى والغربية. جنوبا أجواء مشمسة بالجنوب الشرقي لغاية الصحراء الوسطى، مرفوقة بنشاط بعض الزوابع الرملية المحلية، وتبقى أجواء رعدية تخص كل من شمال الصحراء الجنوب الغربي أقصى الجنوب ومرتفعات الهوغان والتاسيلي. الحرارة خلال ليلة اليوم تبقى تفوق 20 درجة على كل المناطق الشمالية خاصة بغليزان، ستقارب 27 درجة. نفس المقياس سيسجل جنوبا بكل من إليزي إنميناس وبرج باجي مختار 22 إلى 24 درجة بمرتفعات الهوغار والتاسيلي، بينما مرتفعة بمنطقة الواحات والصحراء الوسطى تتراوح ما بين 30 إلى 33 درجة. بالنسبة للحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد بإذن الله تعرف تراجع نحو السواحل الشرقية مع 32 درجة بسكيكدا وعنبة، 37 درجة ترتفع هذه المرة بالعاصمة، 34 درجة بوهران، نفس المقياس بكل الهضاب العليا، 39 درجة بتيسي وزو، في حدود 42 درجة بغليزان، نفس المقياس جنوبا ببشار وبسكرة، 43 درجة بغردايا، 46 درجة ستكون كعلى مقياس بالصحراء الوسطى، بينما ستقرب 39 درجة بمرتفعات الهوغار والتاسيلي. البحر سيكون جميل يوم الغد على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة على العموم ضمن تيارات شرقية جنوبية شرقية على السواحل التي تقع بشرق العاصمة تدور إلى جنوبية غربية على السواحل الغربية. يوم الجمعة بإذن الله طقس ثقيل يبقى يميز كل المناطق الشمالية، أجواء مغشاة على العموم مرفوقة دائما بأمطار رعدية نحو الهضاب العليا، أجواء رعدية أيضا بشمال الصحراء والواحات. درجة الحرارة تبقى مستقرة مقارنة بيوم الخميس، لكن يوم السبت بإذن الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب ارتفاع من جديد لدرجة حرارة خاصة نحو السواحل الشرقية، طقس ثقيل دائما أمطار رعدية نحو المناطق الداخلية مرفوقة أيضا بهبوب رياح قوية هذه المرة نحو الهضاب الغربية. بالنسبة ليوم الأحد نفس درجة الحرارة مقارنة بيوم السبت، لكن مع تحسن تدريجي في حالة السماء نحو السواحل تبقى تنشط أمطار رعدية نحو شمال المناطق الداخلية أقول ومنطقة الأوراس، مرفوقة أيضا بهبوب لرياح قوية نحو الهضاب الغربية وكذلك الشرقية، وأجواء مغشاة على العموم من شمال الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب. نعود إلى يوم الغد بإذن الله، وقت شروق الشمس سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و19 دقيقة، والغروب على الساعة 7 مساء و16 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في أمان الله.